السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. كما رأيتم مشاهدينا الكرام، ميسم الموسوي في قناة الأهواز الرافضية الشيعية الاثنى عشرية اتهم أشرف غريب بالبتر والتدليس، حتى إنهم لم يعطوني حق الرد بحجة أن الاتصالات لديهم فيها إشكال. وليس هذا الذي حدث، والجميع رأى بعينه ما فعلوه، لذلك سيكون الرد قاسي جدا من طرفي بالأدلة بالبراهين على ما ادعوا. اسمعوني مشاهدينا الكرام. جاء في كتاب شرح الزيارة المطلقة، وأرجو بقى أنك تركز في الكلام ده، للميرزا محمد باقر الشريف الطبطبائي، ماذا يقول عن هل الأئمة فعلا يحملون صفات الله أم لا؟ يقول في صفحة 69: فإذا خلعوا هذا اللباس العرضي وانتقلوا إلى الدار الباقية خلص لهم المقام، فحينئذ يزورهم الرب تعالى ويصافحهم ويجلس معهم، يزورهم الرب تعالى ويصافحهم ويجلس معهم على سرير واحد لاستحاق حكم العبودية مع حكم الربوبية. تمام؟ في معجم رجال حديث الاستاذ تستدل من شرح الزيارة المطلقة لمحمد باقر الشريف الطباطبائي. هو حينما استدلنا نحن، والآن يسمعني هو معي على الهواء، بالفخر الرازي أردنا أن نثبت أن أهل السنة يخالفونه في مسألة العلو، ما قبل قال تستدل عليه بكلام أشعري، الآن يستدل عليه بشرح الزيارة أن الله يصافح الأئمة ويجلس معهم اتحاد حكم الربوبية مع حكم الألوهية. محمد باقر الشريف الطباطبائي من أعلام الشيخية، الشيخية عندنا ليسوا من الشيعة، الشيخية البهائية البابية، هؤلاء حتى البهائية مطاردين من قبل السلطات في إيران. يعني تستدل عليه بكلام إنسان ليس بشيعي؟ ممتاز والله سيد ميسم، تقول أمام الجميع أن الشيخية ليست من الشيعة، يحكم ما بيني وما بينك أحد العلماء لديك، وإذا كان جاهل كل جمهورك على الهواء هذا شيخ جاهل. علامة المحقق الشيخ جعفر السبحاني يقول في كتاب المذاهب الإسلامية طبعة بيروت لبنان في دار الولاء في صفحة 351، ماذا يقول؟ الشيخية هم طائفة من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ولقبوا بهذا الاسم نسبة إلى شيخهم ومعلمهم الشيخ أحمد ابن زين الدين الإحسائي، وهم لا يختلفون في أصول الدين، ركز سيد ميسم، أصول الدين وأمهات المسائل الشرعية عن سائر الشيعة الإمامية، وليسوا إخباريين كما ربما يتوهم. نعم لهم بعض الآراء والمعتقدات الخاصة كما نشير إليها، إذن لا يختلفون معك لا في أصول دين ولا في أمهات المسائل الشرعية عن سائر الشيعة الإمامية. ها سيد ميسم مشاهدينا الكرام، هل الشيخ السبحاني الصادق أم ميسم الموسوي الصادق؟ يقول لنا شيخ جعفر السبحاني جاهل عندما قال لا يختلفون معنا في أصول الدين أو في المسائل الشرعية. تعالوا بقى نسمع مشاهدينا الكرام الاتهام رقم 2 حتى نرد عليه. سمعوا المقطع الثاني حتى الاستاذ يعرف شنو الخلل اللي صار عنده، وانا اعطيه حرية الرد بعد ان اكمل كل الوقت الا ان شاء الله. كلام عن تفسير القمة، ماذا فقط جميع مشايخ علي ابن ابراهيم الذين روي عنه في تفسيره مع انتهاء السند الى احد المعصومين. طب تعالى كده نسمع احد رواة الشيعة ماذا تقول في كتاب الامال للصدوق في المجلس، في الجزء للصدوق في المجلس 24، يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يزين العرش كما تزين المرأة قرطاعة يمين ببنوت الحسن والحسين على العرش بجوار الله سبحانه وتعالى. يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يزين العرش كما تزين المرأة قرطاعة يمين ببنوت الحسن والحسين على العرش بجوار الله سبحانه وتعالى. تمام؟ أعيد الاتصال بي. شوفوا أخواني ماذا قال هذا الرجل. هذا عنوانكم كتاب الأمالي للشيخ الصدوق. طلعوني يا أعيد الاتصال بي مرة ثانية لو سمحتم. أعيد الاتصال بي
عيد الاتصال يطلعوني خلينا نشوف الكلام هل كان صادقا هذا الرجل فيما نقل. طلعونا أمال الشيخ الصدوق, طلعونا أمال هذا أمال الشيخ الصدوق إخوان الأعزاء, أمال الشيخ الصدوق المجلس 24. شوفوا إخوان الأعزاء هذا أمامكم, شوفوا كيف يستدل السلفي يستدل, والمجلس 24 يوم الأربعاء من شوال سنة 67 و300. أنا إذا تذكرون نعم اتصلوا بي, إذا اتصلوا بي حتى على سكايب لازم يسمع وإلى حق الرد, له حق الرد, إيه له حق الرد, جهازي عندكم, جهازي عندكم اتصلوا بي حتى من أي جهة له حق الرد اليوم, حتى لو يكون البث اليوم متأخر ساعة أو ساعتين له حق الرد. هذا المجلس 24 أخونا المخرج خليك وياي. أنا لما أرأ الاستدلال تذكرون قلت له أعطيني السند, السند السند ما قبل يعطي السند. ليش إخواني؟ لأن السند سني. حدثنا شوفوا إلى أن يصل, حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن معاوية عن نافع عن ابن عمر, خلي أكبر الشاشة أمام المشاهدين, شوفوا إخواني عن نافع عن ابن عمر هذا السند, عن معمر عن إسماعيل بن معاوية عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة زين أو زين عرش الرب رب العالمين بكل زينة ثم يؤتى بمنبرين من نور ولهما 100 ميل فيوضع أحدهما عن يمين العرش والآخر عن يسار العرش. شوفوا وين يوضع؟ عن يمين العرش, العرش عندنا مقام إخواني مقام وليس إن الله جالس عليه, يوضع عن يمين العرش والآخر عن يسار العرش ثم يؤتى بالحسن والحسين فيقوم الحسن وين؟ على يمين العرش, على يمين العرش منبر على يمين العرش ها؟ والحسين على الآخر يزين الرب تبارك وتعالى بهما عرشه. الآن اسمعوا كيف تلاعب بالنص, ماذا قال؟ قال يجلسهما بجواره على العرش, يعني الله جالس كما عندهم لما أتينا بحديث الجلوس ومن باز يقول الجلوس من كلام. استمعتم إلى ما قال مشاهدينا الكرام, ولنا الرد الآن الذي نوضح فيه تدليسات سيد ميسم الموسوي على أشرف غريب فيما ذكرته عن كتاب الأماني وبالأدلة من الكتب لديه, استمعوا معنا. يقول لك إن الله سبحانه وتعالى يزين العرش كما تزين المرأة فرطها يمين ببنوث الحسن والحسين على العرش بجوار الله سبحانه وتعالى. تاني اعتراضه اول ان السند سني. تعال نشوف كده صاحب مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول للمجلسي في صفحة 313 في الجزء 3 ماذا يكون نقلا عن الصدوق في العلل, وروي الصدوق او وروى الصدوق في العلل باسناده الصحيح عن ابي بصير عن احدهما قال عليه السلام لا تكذبوا بحديث اتاكم من مرجعي ولا قدري ولا خارجي نسبه الينا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه. ده أول كده كلام لما اعترض ويقول أصل السند الذي أتى به أشرف غريب سند سني, فهل عندك أنت سيد ميسم عدم جواز العمل بالأسانيد التي رواها المخالفون؟ رد على الصدوق ورد على الإمام. نأتي إلى كتاب آخر مشاهدينا الكرام وهو كتاب كليات في علم الرجال تمام للشيخ جعفر السبحاني في صفحة 224 ماذا يقول. بسم الله. ذكر الشيخ عند البحث عن ترجيح أحد الخبرين على الآخر بأن رواية المخالف شيعيا كان أم غيره إنما يحتج بها إذ لم يكن في مقابلها خبر مخالف مروي من الفرقة المخالفة وإلا فلا يحتج بها وإليك نصه. فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل الشيعة لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه, فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره, وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به, وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به. إذن الآن رد على كلام شيخ الضعفر السبحاني. يبقى إذن إذا قلت أصل رواة السند شيعة
عندكم كثير من المرويات وآلاف من الأحاديث مروية عن فتحية وواقفة وفاسدة عقيدة، كما أيضا قال الحر العاملي. فإذا ذكرت ذلك رد على مشيخك، هل هم جهال أم إنك أعلم منهم؟ بينا مشاهدينا الكرام الشطر الأول من هو الصادق ومن هو غير الصادق، من الذي ينقل بعلمية ومن الذي لا ينقل بعلمية. تعال نشوف بقى اللي هو زعله الثاني او مشكلته الثانيه مع نفس روايه الاماني للصدوق. يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يزين العرش كما تزين المراه قرطاها يمين ببنوت الحسن والحسين على العرش بجوار الله سبحانه وتعالى. والله جميل الاعتراض منك سيد ميسم انك تحدثت في هذا الشأن، وكان اعتراضك عن كلمه اشرف غريب انه قال بجواره على العرش. ما كلمة بجواره تختلف عن كلمة معه على العرش سيد ميسم. فأشرف غريب عندما يتحدث بأمور وللسرعة في الكلام قلت بجواره على العرش، تمام، لم أقل معه على العرش. وأعتقد أنا بنفسي نزلت الرواية في قناتي في اليوتيوب كاملة دون أن أقتطع منها حرف، لأن أشرف غريب ليس مدلس كما أنت تقول. ولكن ألم تقول بأن هذا الكلام المفروض عاري من الصحة، لأنه كيف يزين العرش كما تزين المرأة قرطها، ووصف هذه الصفة من صاحب الأماني؟ الله المستعان. نسمع اللي بعد كده مشاهدينا الكرام. طلع الوثيقة الآن، هاي التدليس الآخر على تفسيره قمة. طلع الوثيقة، طلع الوثيقة فوق العزة أمامكم، هذا تفسير قمة أمامكم، هذا تفسير قمة. عاد الرب إلى عرشي، تفسير قمة إخواني نفس السند الذي قرأه، نفس السند الذي قرأه أشرف غريب. شوفوا أخوان الأعزاء، هذا حدثني أبي عن حماد عن فريز عن أبي عبد الله قال إن الرب تبارك وتعالى هو ماذا قال؟ ماذا قال؟ اسمعوا أخواني، ينزل أمره كل ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا من أول الليل وفي كل ليلة في الثلث الأخير أمره، ينزل أمره وأمامه ملك ينادي هل من تائب يتاب عليه؟ لاحظوا إخواني، لاحظوا، هل اسمعوا، هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ اللهم أعطي لكل منفق خلفا وكل ممسك تلفا إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر عاد أمر الرب، عاد أمر الرب. أريد أسمع صوت أشرف غريب ماذا قال بهذه الرواية. عيدوا لي التسجيل مال تفسير القمي يا اخوان، عيد التسجيل، عاد اقرؤوها جيدا، عاد خلي اكبرها للمشاهدين. اسمعوا يا اخواني، هكذا ينتصر الوهابيه. تعالوا نسمع بقى عندما سالني السيد ميسم يسوي كيف النزول لله وكيف يعود الله من كتب الشيعة الاثنى عشر. يقول في تفسير القمي عن ابي عن حماد، تمام، عن ابن حريز عن ابي عبد الله ان الرب تبارك وتعالى ينزل في كل ليله الجمعه الى السماء الدنيا في اول الليل وفي كل ليله في الثلث الاخير من الليل ملك ينادي هل من سائل يتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطي سؤاله، اللهم اعطي كل ممسك خلقا وكل ممسك تلفا. فاذا طلع الفجر عاد الرب الى عرشه، عاد الرب الى عرشه، عاد الرب الى عرشه. يثبت الإمام أبي عبد الله أن الله سبحانه وتعالى ينزل ويعود إلى عرشه، تمام؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. طلعون الوثيقة مرة ثانية على الشاشة أخواني، طلعون الوثيقة على الشاشة مرة ثانية. عاد أمر الرب، لاحظوا أخواني هاي أمام، عاد أمر الرب، يقول عاد الرب، يريد أن يثبت أن ربنا ماذا يصعد وينزل كربهم. الكتاب أمامي الآن، تفسير القمي، والله والله الذي لا إله إلا هو، إذا أثبت كلامه هذا الإخوان اتصلوا عليه، إذا أثبت كلامه هذا أنا أصير وهابي، أترك التشيع اليوم، وإلى جائزة من القناة 10,000 دولار إذا ثبت أن هذا الكلام في تفسير القمي. 10,000 دينار يأخذها، 10,000 دولار يأخذها أشرف غريب عدا ونقدا. من عندنا؟ من عندنا يأخذها 10,000 دولار عدا ونقدا. عاد أمر الرب، دلس على القمي. هو قال يصير وهابي وإن أشرف غريب دلس على القمي. لا، أشرف غريب لم يدلس على القمي. أما الجائزة التي عرضتها الآن فهي لك مني، ولا أحتاج إلى
شيء منك بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف بقى، هل المدلس أشرف غريب ولا المدلس شيخه المجلسي الذي أنا نقلت عنه الرواية ووضعت أصل الرواية أيضا في قناتي على اليوتيوب عندما تحدثت بالمصادر. نسمع مع بعض ونشوف. هذا كتاب بحار الأنوار للمجلسي بمؤسسة الوفاء بيروت لبنان. تعال نشوف ماذا قال. 96 باب فضل الصدقة وأنواعها وأدابها صفحة 117 يقول فس، يعني تفسير القمي، تمام، بنفس السند عن أبي حماد عن حريز عن أبي عبد الله. يقول لك هنا بقى النقطة اللي بقول عليها دلس، اللي هو المجلس اللي دلس مش أشرف غريب، ركزوا مشاهدينا الكرام. فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى عرشه، فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى عرشه. فين امر الرب هنا عند المجلسي؟ اكيد المجلسي عندك مدلس مش اشرف غريب هو المدلس، لانني نقلت عن المجلسي ووضعت الوثيقة ايضا في قناتي على اليوتيوب عن المجلسي. المجلسي ايضا في صفحة 164 في الجزء 78 في كتاب الصلاة ماذا يقول؟ نشوف كده مشاهدينا الكرام الرواية اللي انا قريتها عن تفسير علي بن ابراهيم القمي، حتى يقول عن تفسير القمي صفحة 521 او 561 كما يقولون. يبقى إذن المجلسي هنا أيضا مدلس سيد ميسم مشاهدينا الكرام أم أشرف غريب؟ لأنه قال تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الرب تبارك وتعالى ينزل كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا إلى أن يقول فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى عرشه، عاد الرب إلى عرشه. أين أمر الله؟ هل برضو المجلسي هو المدلس ولا أشرف غريب مشاهدينا الكرام؟ المجلسي ايضا مشاهدينا الكرام في كتاب التوحيد في صفحة 315 في الجزء 3 يقول عن تفسير علي بن ابراهيم عن حماد عن حريز نفس السند فاذا طلع الفجر عاد الرب الى عرشه، عاد الرب الى عرشه. اتمنى مشاهدينا الكرام تعلمون من هو المدلس من صاحب النقل الصحيح. علمنا اليوم مشاهدينا الكرام لماذا قناة الاهواز الشيعية الاثنى عشرية لم تستطيع ان تتصل بي، لانها لو اتصلت بي في كل ما قامت بعرضه لكان هناك رد اقصى من ذلك عليهم. ولكن يتبين للمشاهد المنصف الان، هل اشرف غريب نقل نقل صحيح من روايات الشيعة ام لا؟ ولماذا ميسم الموسوي لم يرد على باقي ما اتينا به من ادلة؟ هم اختاروا امور ورطوا انفسهم به، فسبحان الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سمعكم بقى اتصال ميسم الموسوي الان اذا عرض هذه الامور على القناة سأكمل معه، واذا لم يعرضها لا اكمال معه. نسمع مع بعض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ اشرف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا سيد ميسم انت قلت النهارده تحدي، اذا اشرف غريب اثبت ان التدليسات التي عرضناها عليه غير صحيحه سيتسنن واعرض تسنن قناه الاهواز، صح؟ والله انتك القناه بلاش. طب ممتاز، انا هبعت لك رابط اليوم تبعته تعرضه في بدايه الحلقه قبل ان تتحدث عن كل ما ذكرته. اسمعني بس سيد ميسم، اسمعني بس فضلا، دقيقة واحدة واتكلم براحتك، دقيقة واحدة واتكلم براحتك. هعرض لك رابط، لا هرسل لك رابط، هرسل لك رابط، انا هصوره صوتي صورة. اسمعني فضلا، اسمعني لا انت اتكلمت كتير النهاردة، اسمعني بقى دقيقة. هرسل لك رابط تعرضه صوتي صورة امام المشاهدين من الكتب اللي انا هصورها وتعرضها، ثم بعد ذلك اذا عرضتها تكون على قدر من الكلام الذي تحدثت به ثم اكمل معك. اذا لم تعرضها فانت منسحب من الحوار. موافق ام غير موافق؟ شوف اشرف موافق ام غير موافق؟ بس كلمة واحدة، كلمة واحدة. موافق ام غير موافق؟ موافق ام غير موافق؟ انا موافق. بس كده، شكرا. شكرا، انا هديك الرابط. شكرا، انا هديك الرابط كله، هجيب لك تفسير القمي، تمام، هجيب لك كلام تفسير القمي، وهجيب لك كتاب الامالي. اسمعني بس، كتاب القمي وتفسير والامالي اللي انت عرضته، واخد بال حضرتك ازاي؟ انا عرفت، لا اشكال، اللي انت عرضته كله، اسمعني، اللي انت عرضته كله هرد لك عليه بالدليل، بس تعرض المقطع اللي انا هرسله ليك للمشاهدين جميعا. ليش انا راح
لا لا اتصل بيها. لا 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 قبل الاتصال قبل الاتصال تعرض ثم بعد ذلك انا وانت اعرض. لا لا انت اعرض من عندك تعرض للمشاهدين صوت وصوره لاني ساصور صوت وصوره عزيزي. تعرض للمشاهد صوت وصوره ثم بعد ذلك اكمل معك. اذا لم تعرض صوت وصوره فانت منسحب. موافق تعرض صوت وصوره ما ارسله اليك؟ كمل على انا بسالك موافق كمل كمل خلصت انا خلصت خلصت اما ان تقول لي تحدث صوتيا لن اتحدث صوتيا ساتحدث صوت وصوره مثلما انت عرضت صوت وصوره. انت قاعد تنقل من منتديات تنقل من اشرف غريب لا ينقل من منتديات يا جميل. اشرف غريب ينقل من كتب ولا ينقل من منتديات. انت تنقل من موقع فيصل نور يا سيدي. انا انقل من كتب لديكم. انا ساثبت لك اليوم ان الضربات الموجعه التي اتى بها اشرف غريب واتهمته بالتجنيد. اسمع سيد ميسن اسمع 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 الضربات الموجعه التي وجهها اشرف غريب واتهمته بالتدليس. اذا كنت ذكرا اعرضها غدا على القناه سارسل لك الرابط ولا كلام كثير. اعرضها على القناه غدا اول ما تعرضها على القناه غدا سالتزم معك باكمال المناظره. اذا لم تعرضها على القناه غدا فانت منسحب من الحوار. هل ستعرضها ام لا؟ ده السؤال. السؤال تعرضها ام لا؟ سؤال هل ستعرضها ام لا؟ من عندك سؤال هل عندك هل عندك انت انا ما عندي ثقه بك. انا اعرض الكتب عندي. انا سارسل لك من الكتب الشيعيه ايضا. انا سارسل لك من الكتب الشيعيه ايضا المصوره كما انت عرفت من الكتب الشيعيه. انا ساثبت من الكتب الشيعيه ساثبت. لا 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 انا عندما نقلت انا وضع الوثيقه انا وضع الوثيقه اسمع ساثبت. انا بقول لك ساثبت ساثبت لانني وضعت الوثيقه على القناه لدي المنقوله من تفسير السني حرفا لم ازيد فيها حرفا ولا منقص منها حرفا. سيد ميسن للاختصار للاختصار سيد ميسن للاختصار 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 للاختصار. هل ستعرض ما انقله لك اليوم وارسله اليك اليوم على القناه قبل بدء حلقتك في بدايه حلقتك ام لا؟ شنو اللي راح ترسله؟ ارسل لي فيديو ارسل لي فيديو انا اتحدث فيه صوت وصوره تفسير القمي صوت وصوره صوت وصوره صوت وصوره وما نقلته عن قول القمي. اسمع 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 وما نقلته عن قول القمي كاملا من الكتب ايضا لديك ممتاز وتعرضه للجمهور صوت وصوره للجميع. تمام صوت وصوره للجميع صوت وصوره للجميع. طب انا ذكرت نقلا قال في تفسير القمي. تمام صاحب البحار يا حبيبي صاحب البحار هو الذي نقل عن تفسير القمي وانا نقلت عن صاحب البحار. تمام انا لا ادلس انا لا ادلس انا لا ادلس الان بس الان 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 هو صاحب البحار جهل صاحب البحار جاهل صاحب البحار جاهل سؤال صاحب البحار جاهل سؤال صاحب البحار جاهل الم يقل الم يقل صاحب الم يقل صاحب البحار ونقل القمي في تفسيره. انا لا اهرب حبيبي انت من تهربت من النص لانك تعلم ان صاحب البحار قال هذا بالحرف. سؤالي سؤالي موجه لك سؤالي موجه لك سؤالي موجه لك الان ما عرضته عن البحار عن تفسير القمي صحيح ام غير صحيح؟ والله اذا طلعت انت قلت من البحار على سير وهابي انت قلت الان ما نقلته عن تفسير القمي من البحار صحيح ام غير صحيح؟ سؤال واضح سؤال واضح. تكذب ليش تكذب؟ يبقى الكذاب المجلسي ليس انا الكذاب. المجلسي هو الكذاب يا سيد ميسن ليس انا والله. المجلسي هو الكذاب يا سيد ميسن سيد ميسن لست انا الكذاب بل المجلسي الذي كذب المجلسي الذي كذب ليس انا. تمام ثم انا لو كنت مدلسا انا سارسل لك الرابط وتعرضه في القناه ممتاز بس كده شكرا السلام عليكم السلام عليكم ارسل الرابط وراح اعرضه سلام عليكم الرابط وراح لا اشكال لا اشكال ارسل الرابط راح اعرضه في القناه لا اشكال واحد اعرضه طيب خلاص ارسله ارسله ماشي ماشي السلام عليكم ايه ارسله وانا واحد منه راح اعرضك الرابط ارسله وانا تفسير القمي وما له اعمال الصدوق مما روي عن تفسير القمي. تمام انا ارسل لك الرابط وتعرضه في القناه. هل قلت من البحار لو قلت من تفسير القمي؟ ممتاز يبقى اذا تقول عن المجلسي اما الكذاب المشاهد يحكم ممتاز ممتاز المشاهد يحكم المشاهد يحكم. يلا سلام عليكم سلام عليكم.